معاكم اللاعب علي حسين الخضر، لاعب كادي كامبو، عمري 9 سنوات. قصة دخولي للعبة، أبوي سجلني باللعبة وأنا عجبتني فاستمريت باللعبة. الألعاب اللي لعبتها قبل كادي كامبو سباحة وكرة القدم، وخلوا لياقتي عالية. أول ما دخلت لعبة الكادي كامبو كان أصعب شيء عندي التسخين، بس الحين عادي. المدربين يدربوني كابتن حسن الكعبي أو كابتن جعفر معراج أو كابتن مهدي بهاني 3 أيام بالأسبوع، يوم الأحد والثلاثة والخميس، ساعة من الساعة 3:30 إلى 4:30. أول ما يبدأ التمرين نبدأ بالتسخين، بعدين على حسب اليوم يمكن عندنا فايت، يمكن نطق الهواء أو نطق التيس، بعدين نسوي المعدة وكذي، وبعدين نحيي الكابتن ونخلص. أكثر لاعبين أتفهم وياهم حسن دشتي وحسين دشتي، وايد أتفهم وياهم عشان مرات أنا أفوز عليهم، مرات هم يفوزون علي ونشجع بعض. بالنسبة للبطولات، أنا لعبت بطولة كانت قوية وكان في أكثر من 100 لاعب، وكان أكو 3 ألعاب، تيك داون أرضي وبوكسينج. أنا خذيت الفضي بالتيك داون. طموحي باللعبة أحصل الحزام الذهبي وأصير مدرب وأكون من أحسن المدربين. قدوتي باللعبة كابتن جعفر معراج، أبي أصير نفسه وأحسن منه. بعد اللي شجعني بشكل عام الكابتن والربعي، أما اللي شجعني بشكل خاص أمي وأبوي. عشان أكون ناجح بالدراسة والرياضة لازم أول شيء أروح المدرسة، بعدين أرجع أدرس وأتغدى وأروح النادي، بعدين أرجع البيت أحفظ القرآن وأراجع حق المدرسة، وبعدين أتعشى وأنام. وأهم شيء تنظيم الوقت. الرياضة ما تأثر على حفظ القرآن والدراسة. أنا طبعا سجلت بوايد مسابقات قرآنية وفزت ببعضهم، ونفس الوقت أشارك في بطولات كجي كامبو. أول ما بديت اللعبة كنت حزام أبيض، طبعا أكو 10 أحزمة، بعدين حزام أصفر، بعدين حزام برتقالي، والحين أنا حزام برتقالي، وبعدين راح يكون حزام بنفسجي. فأنا لازم أشد حيلي عشان أقدر أشد حيلي بالاختبارات عشان أقدر أحصل الحزام اللي بعده. لعبة كيدي كامبو عبارة عن عدة فنون قتالية، منهم الكاراتيه والجود والجوجيتسو والكيمبو والبوكسينج. أنا أكثر شيء أحبه التيك داون. لعبة الكيدي كامبو فيها إصابات نفس أي لعبة ثانية، أكثر إصابات بالإيد. عشان ما تحوش الإصابات لازم أسوي ستريتشينج، أسوي التسخين وأتمرن عدل. أنصح اللي ما يلعب رياضة يلعب الرياضة اللي يحبها، عشان العقل السليم في الجسم السليم. فعشان رياضة تشغل أوقات فراغك.
معكم اللاعب خليفة، دعيت خليفة الشمري، عمري 9 سنين، لاعب كرة. قصة دخولي إلى الأكاديمية وشي كنت رايع بيت ولد عمتي، بعدين ولد عمتي راح النادي يقول تجي وياي، قلت له أوكي، ولا ما تجي وياه جرباني. فارس يقول أول يوم يصير عادي جرب، جربت وعجبتني كرة القدم، قلت خلني أدخل كرة القدم. أول ما دخلت الأكاديمية جربوني مركز الوسط، بعدين الحين مركز الأساسي باك يمين. مطلوب من الباك يمين إنه يدافع ويهاجم ويكون سريع. مدة التمرين 3 أسابيع، يوم السبت والأربعاء والاثنين. يدربنا كابتن فاول وكابتن خالد. مدة الوقت حق الأكاديمية 6:30 وننتهي 8:30. أول ما نبدأ التمرين لازم أول شيء نسخن، بعدين نلعب باصات، بعدين نبدأ التخصيمة. أكثر لاعب نتفاهم معاه فارس وليد، نسوي معاه وانتو. أفضل مباراة لعبتها ضد أكاديمية ملعب له، دافعت وسجلت هدف. طموحي إني أصير لاعب عالمي وألعب بنادي الهلال. قدوتي في كرة القدم لاعب الهلال الدوري السعودي البلاهي. عشان أكون ناجح في الدراسة والرياضة، أول شيء أدرس، بعدين إذا جاء وقت النادي أروح النادي، بعدين أكمل دراستي، بعدين أنام وأتبع. اللي شجعني بشكل عام مدربيني وربعي، بشكل خاص أمي وأبوي. أنصح اللي ما يلعب رياضة يلعب رياضة عشان تفيد جسمك وعقلك.